اخيرا هربت من بلدي واجيت على بر الامان. ولك اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، يا هلا فيك، شرفتنا والله. الله يخليك. انت مثل ما بتعرف شو، نحن اخوه هون. والله بتشرف فيك والله. وانا قاعده عبول يا عم، ليش هالدنيا نورت فجاه؟ طلع منك، طلع نورك. النور نورك والله، النور نورك. ليك ما تقل، بلشت تحس بحقوق الانسان. اه شوي صراحه. واكيد شامي مريحه شو نصره المظلوم. اه طب الوقوف مع الضعفاء. آه. الشارع اللي ورا، لف ورجع. وين وين بدك ياني ارجع على الموت؟ اي موت اي موت، ما خبروك بلدك صارت امان؟ شو اللي امان من لسه مبارح طالع منها؟ انت قلت مبارح، نحن ولاد اليوم. بدك ترجعيني عند مجرم؟ خراس ولك، انت انت المجرم سيدك وتاج راسك. انت انت بتحكي هذا الكلام؟ اه. الشارع اللي ورا. طيب لحظه لحظه، الو. اه شباب بتوصوني على شيء؟ بس اذا ممكن بس صفت بقلاوه من عيوني. ولو يلا حلقه جديده. طيب يا جماعة، في أخبار بتحكي إنه العلاقات بين الحكومة التركية والنظام السوري عم ترجع سمن على عسل، بسكوت على دندرمة، قطر على بقلاوة، راحة على حلقوم، جز على مز. بس عادي، أنا مش مظلوم، أنتوا طبيعي تنصدموا لأنكم مش زي ضالعين بالسياسة وفن الممكن والمصالح. أنا ضليع بالسياسة ومش مظلوم، لأنه صار من الواضح إنه العالم كله عم بتعامل مع بشار الأسد كأمر واقع زي كورونا. تتذكروا كورونا؟ بالبداية انصدمنا، بعدين عشنا في نكران، بعدين حاربناها، بعدين عملنا زي السويد وتعاملنا معها كمناعة القطيع. هيك بشار الأسد هلا عم نتعامل معه كمناعة القطيع، اللي بيضل عايش خلص ورح يعطونا لقاحات ضده. ما هو بالنهاية إيش نعمل؟ بشار غلط، كلنا بنغلط، صغير وغلط، مين فينا ما غلط؟ قتل مئات الالاف وشرد ملايين؟ مين فينا ما قتل مئات الالاف وشرد ملايين؟ مروة، كم من مرة قتلتي الاف وشردتي ملايين؟ ثلاث اربع مرات. خالدي 23. جاسم 17. حميدتي حميدتي ما رديت. حميدتي دنقله دقلو دقلو لدقلو يجاوبنا. ومن باب الإنصاف، في العالم حاول يشيلوه لبشار، مش إنه ما حاول يشيلوه، حاول يشيلوه بس ما نشالش. كل شوي رحل فلان وبقي الأسد، رحل أبصر مين وبقي الأسد، رحلت لونا الشبل وبقي الأسد. الزلم ملزق على الكرسي، ملزق. الحل نشيله هو والكرسي، زي بالهند في مديرة مدرسة رفضت تتخلى عن منصبها، فشلوها هي والكرسي. على فكرة يا جماعة، بشار الأسد والمديرة الهندية مش الوحيدين اللي ملزقين بالكرسي، لا، في عنا كمان جو بايدن ملزق بالكرسي، ملزق بالحكم. هلأ رح يجي واحد يحكي لي أب 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 معقول أكبر ديمقراطية بالعالم فيها رئيس ملزق بالكرسي؟ آه، جو بايدن كسر القاعدة. جو بايدن هو أول رئيس أمريكي ديمقراطي ملزق بالكرسي. مش بس هيك، جو بايدن هو أول امرأة أفريقية تستلم منصب نائبة رئيس وقاضية في المحكمة العليا. وهذا مش كلامي أنا، ولا كلام نتفليكس، ولا كلام ديزني، ولا كلام الأفروسنتريك، هذا كلام جو بايدن شخصياً. By the way, I'm proud to be, as I said, the first vice president, first black woman, mm-hmm. served with a black president. Mm-hmm. I'm proud of the first black woman in the Supreme Court. There's just so much. هلأ أنا بعرف إنه أمريكا دولة متحررة وبتقدر المرأة تعتبر حالها ذكر والذكر يعتبر حاله مرأة، بس سوداء كيف؟ مايكل جاكسون بعث من جديد؟ أنتوش وقري. بس برضو عادي، أنا مش مصدوم. بايدن طول الوقت بيحكي لنا مش ضروري تكون يهودي عشان تكون صهيوني، فعادي مش ضروري تكون أسود عشان تكون أسود، ومش ضروري يكون دماغك شغال عشان تكون رئيس، صح جو بايدن؟ طب جو بايدن، أنا عندي سؤال، طالما أنت امرأة سوداء، ليش بتتجاهل الامرأة السوداء اللي مثلك في جولاتك الانتخابية؟ واي واي هومي؟ يا عيب الشوم عليك يا بايدن، يا عيب الشوم. إذا السود بتجاهلوا السود، شو تركت للبيض؟ يا عيب الشوم، أنت عار على السود، عار على الأفروسنتريك. طب أحكي لك الكبيرة، أنت كوكونات، أنت كوكو يس بات كوكونات. نرجع لموضوعنا، بايدن ملزق على الكرسي وما حدا بيشيله غير ربنا، وهذا مش كلامي أنا، هذا كلام جو بايدن شخصياً، هو حكى بلسانه، لن أنسحب من السباق الانتخابي إلا إذا الله أخذني، إلا إذا الله حكى لي، هو حكى. من هون لوقتها بايدن مصر يهزم ترامب في 2020.
defeat Donald Trump. I will beat him again in 2020. رح تفوز على ترامب كمان مرة بال 2020. نصيحة، ابعد عن عام 2020 لأنه أنا يعني متشائم منه، عندي إحساس رح تجينا جائحة. بس على كل حال الله يوفقك على ترامب، إن شاء الله تفوز عليه بال 2020، ويا رب هيك الله يقويك على أبراهام لينكولن عام 1865، وإن شاء الله هيك نشوفك قاعد محل يوليوس قيصر عام 100 قبل الميلاد، وإن شاء الله هيك يا رب نشوفك عم تسحق نبوخذ نصر عام 600 قبل الميلاد. للي ما بيعرف مين هو نبوخذ نصر، هو أول امرأة سوداء تحكم العراق. إذا كنتم مفكرين انه بايدن هو الشخص الوحيد اللي عم بيخرف هذا الاسبوع فانتوا غلطانين. غلطانين، وما تحكوش اشي بدون ما تتاكدوا غلطانين. ليش طب استنوني احكي، بتعرفوا ليش غلطانين؟ لانه لسه ما شفتوا البرلمان الالماني شو عمل. شوفوا بعدين احكوا انه بايدن لحاله بيخرف. ما بحب اصرخ عليكم بس مرات تجبروني، انا بحبكم على فكره، لانه ما بيخفى شيء على نيكولاس. عصافيري خبروني اشي عن المانيا. عصافيري المانيا، البرلمان، برلمان ألمانيا. البرلمان الألماني صادق على قرار لحظر استخدام المثلث الأحمر المقلوب. ألمانيا حبيبتي، حبيبتي ألمانيا، ركزي معي. إذا بدك تمنعي مواطنيكي إنه يكونوا مؤيدين لخماس بتفهم، بس توصل معك إنك تمنعي شكل هندسي ولون، زودتيها ألمانيا. Too much. طب على فكرة خماس بيستخدموا إشي غير المثلث الأحمر المقلوب، بيستخدموا المربع الأحمر والدائرة الحمراء. إيش معنى المثلث منعتوه؟ وأصلاً من متى حربكم مع خماس اتحولت لحرب إيموجيز؟ دائرة، مربع، معين، خماس. بعدين ألمانيا حبيبتي، برلين، دويتشلاند، انت فاهم المثلث الأحمر قد ايه مستخدم بالعالم؟ شكلك مش فاهمة، خليني أفهمك. كتير مستخدم ألمانيا. شو نعمل؟ كتير مستخدم. يعني إذا أنت عندك مشكلة مع خماس، إحنا حياتنا تتكركب بالنشرة الجوية، ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض درجات الحرارة، بمباريات كرة القدم، دخول اللاعب وخروج اللاعب أثناء التبديل، بالبورصة العالمية والبورصة المالية، لما يرتفع أسهم وينزل أسهم، لتشيز كيك لما تكون ستروبري أو شيري، علم فلسطين، علم الأردن، علم كوبا، فيهم مثلث أحمر، علم نيبال مثلثين، وفي براندات عالمية اللوجو تاعها مثلث، برادا، جيس. عندكم مصاعد في ألمانيا؟ عمرك اطلعتي على المصعد وهو نازل شو بكون فيه؟ مثلث، وهو كمان طالع مثلث. إشارات المرور احذر، افسح المجال، دراجات هوائية احذر. طب عمرك شفتي إشارة احذر سريع الاشتعال؟ الماسونية، الموسنية هتزعل. ما هو كتير في استخدامات للمثلث الأحمر. إذا أنتوا تذكرتوا شيء أنا مش حكيه اكتبوه بالتعليقات. هلا رح يجي واحد يحكي لي نيكولاس أنت ليش زعلان؟ شو اللي ليش زعلان؟ اليوم إذا منعنا المثلث، بكرة رح نمنع دائرة الشك، مربع الاتهام، المستطيل الأخضر. بترضوها نعيش بلا مستطيل أخضر؟ بترضوها؟ اشتهيت واحد فيكم يا أوروبا يحرص على أخلاق الأمة ويمنع شبه المنحرف، ولهذا بتدعموه. وادخل أخبار دقيقة في دقيقة. مساؤكم مزين بألوان البطيخ. بعد اتهامه بتزوير شهاداته الدراسية، قال وزير التربية والتعليم المصري: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وردنا الآن أن الشهادة بأنه كامل أيضا مزورة، ما طلعش كامل الوزير. عاجل، خلافات عنيفة بين ألمانيا وفرنسا بسبب جبنة مثلثات لافاشكيري. عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فخره بكونه أول طفلة لاتينية من أصل أسيوي تعمل رائدة فضاء في المحيط الأطلسي. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يطلب من اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إعادة الكرة لتكملة بطولة كأس أمم أوروبا بعد أن غضب وأخذها معه إلى المنزل. كريستيانو عمك، هذا شبه الولد؟ كريستيانو عمك عم الجميع وعم الاستيديو. طب استحي، قاعدين نصور. كريستيانو عمك عم السليط. انطعم. قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن وزير الأمن القومي بن غفير لا يجيب على اتصالاته ولا يحضر الاجتماعات، ومن المستحيل العمل بهذه الطريقة، فأنا لا أدير روضة أطفال. خالدي حبيبي، الخبر حقيقي لأن تلفونه فاصل ما في شاحن. مشان هيك ما بيرد. انخي انخي. كان معكم أحمد الخالدي وأخبار دقيقة
في دقيقة يسقط نيكولاس ومر. شكرا خالدي. عسيرة خالدي متزوج ومرته رنت عليه اليوم حكت له انت كتير عم تشتغل وانا باجيت اشتاق لك كتير. عسيرة الباجيت خبز فرنسي. عسيرة فرنسا، اليسار الفرنسي عمل ريمونتادا وسحق اليمين المتطرف سحق. كيف الطواحين الهولندية سحقت البن التركي في المباراة؟ سحقوه سحق. كيف إسبانيا سحقت نفسية محمد عدنان؟ سحقوه سحق. محمد عدنان طبعا أنا بحبك، بمزح معك لا تزعل. هاي النتائج زعلت ثلاثة: 1 أنصار اليمين، 2 الإسرائيليين، 3 بعض العرب. ليه؟ يا حبيبي يا يمين، يا حبيبتي يا لوبان، يا حبيبي يا زمور. يا حبيبي يا غبي، أنت عشو عم تبكي؟ ما هني بيكرهوك. ما راح تفهمي، انت ما راح تفهمي، اتس كومبليكيتد. شو اللي معقد بالموضوع؟ هني بيكرهوك، بيكرهوا الاسلام والعرب. عن جد انه شعب فرنسي لم اخذ شمال، ترك اليمين وراح شمال. انت كعربي ليه زعلان على اليمين الفرنسي؟ انت مالت مامان، مالت ماغ، شو بدك تجلط ابوك وتقعد تغني بعدين اوتي بابا اوتي؟ هلا رح يجي واحد يسالني نيكولاس ليش انصار اليمين زعلوا على خساره اليمين؟ لانهم انصار يمين. طب ليش بعض العرب زعلوا على خساره اليمين؟ علي اليمين بالثلاثه ما بعرف. طب ليش اسرائيل زعلت على خساره اليمين؟ هذا السؤال حلو، لانه اليسار الفرنسي وعدنا انه رح يعترف بفلسطين خلال 15 يوم. reconnaître l'état de Palestine pour faire avancer la paix au Proche-Orient. اخيرا حدا حس بالفلسطينيين غير الفيران. غير الفيران، بالضبط سمعتني صح، في فار هجم على الجيش الاسرائيلي في غزة. يا جماعة زقفة لراتاتوي. حبيبي احنا مش خايفين من الفار، احنا خايفين نأذيه. متأكدين نرجع للفار؟ اخيرا حدا دمه فار على الفلسطينيين. على سيرة فلسطين وغزة، في اشي جديد؟ لا للأسف ما في جديد، لسه القتل مستمر، لسه الإبادة مستمرة، لسه النزوح مستمر. اهل غزة صاروا نازحين 1000 مرة، بطلوا عارفين وين يروحوا. ما في جديد غير جديد واحد، انه جنود الاحتلال طلعوا واعترفوا انهم بيقتلوا اي اشي فلسطيني بيتحرك، مش من باب الدفاع عن النفس، ولا من باب الحماية، ولا من باب الخوف، من باب التسلية وقتل الملل، بدهم يقتلوا كل اشي حتى الملل. مروة ادخلي فقرتك. هذا يا جماعة الخير، نتنياهو عنده مشوار الشهر الجاي على واشنطن، فكان قايل انه بطريقه هيك رايح بيمرق على اوروبا، بس عاد غير رأيه عشان خايف من المحكمة الجنائية الدولية الاي سي سي انه يطلعوا بحقه مذكرة اعتقال. لسا طبعا اسرائيل كتير زعلانة ومصدومة من المانيا انها موافقة ومشاركة بهذا القرار، وانه قايل انه اذا صدر القرار وهو على اراضيها رح يعتقلوه. مصدومين انه المانيا بالصدفة عملت شيء منطقي، وهن الاسرائيليين بيصدموا من المنطق، بيتحسسوا من المنطق، يعني اذا المنطق مصعد هن بفضلوا يطلعوا على الدرج. ما زال طلع مع الكنيسة الإسرائيلية انه يتقدم بمشروع قانون لتصنيف الأونروا منظمة إرهابية. شو ناطرين منهم؟ تسشيلونا من هودي. عرفتوا شو صاير برواندا؟ هيدا كاين في اتفاق بين بريطانيا ورواندا انه بينقلوا المهاجرين غير الشرعيين وطالبين اللجوء اللي بيجوا على المملكة المتحدة على رواندا، وبريطانيا دفعت حقها الخبرية هالاتفاقية شي 280 مليون يورو. المهم الحكومة البريطانية ما بعرف ليه قررت تتخلى عن هاي الاتفاقية وقالت انه خلص ما عاش بدنا. قام طلع الناطق المساعد باسم الحكومة الرواندية قال لهم طيب تلغوا ما بتلغوا حقكم، بس المصاري وصلوا والمصاري ما بيرجعوا، وفي شيء بالاتفاقية بنص على ريفند، البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل. على كل حال شو بدنا بالعالم يصطفلوا، هن أدرى بمصلحتهم. وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا عقبال نهاية الاحتلال. بتعرف شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه الآن كما عندكم لوعدكم دائما أترككم مع فيديو الأسبوع. شكرا بالاحتلال على عزيزي الأخيري.
على دمي أنا أبكيكم على دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني. كان معكم نيكولاس خوري فريق العمل الصليتي الإخباري 1-1. لنا لقاء آخر. بحبكم.